بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الدرس الله راح ناخذ عملية جديدة على الأري، وهي عملية الإزاحة أو الشيفت، بمعنى أنك تزيح عناصر الأري إلى اليسار أو إلى اليمين. راح نشوف هنا السؤال هذا، نحل السؤال هذا لنفهم يعني كيف نسوي عملية الإزاحة. يقول لك السؤال: write a program that shifts the elements of the array below one position to the left such that we get the word Riyadh. يعني معناته يقول لك اكتب برنامج يقوم بإزاحة، البرنامج هذا يقوم بإزاحة شيفت، زين، يزيح يعني يمشيها يعني شو اسمه، خانة أو خانتين أو ثلاث، فيزيح العناصر الأري، يزيح بمقدار خانة واحدة إلى اليسار، حيث أنه بدلاً من عندنا الكلمة هذه يكون عندنا كلمة رياض. لاحظنا هذه رياض بس الإتش جاية في البداية، فعشان نضبطها تكون كلمة رياض لازم ندف كل واحد أو نزيح كل حرف من الحروف الموجودة عندي هنا خانة واحدة لليسار. إذن الفكرة ما هي صعبة، يلي توقف الفيديو وتحاول انك تحل بنفسك، تشوف يعني هل تقدر تحل السؤال هذا ولا لا. جدا ما هو صعب ابدا، يعني صحيح يمكن اول مره تشوف العمليه هذه لكن فكرتها جدا سهله. فوقف حاول تحل السؤال، بعد كذا ارجع خلينا نشوف كيف حل السؤال. طيب الفكره هي كالتالي: انا ابغى الحين اشيل الحرف R هذا واحطه هنا، زين، بحيث انه بدل ما يكون عندي H يكون عندي R، واشيل الI وحطها هنا بدل ما يكون عندي R يكون عندي I، وأشيل ال Y وحطها هنا بدل ما يكون عندي I يكون عندي Y، زين، وهكذا أشيل ال A وأشيل ال D، زين. ف طب لاحظ الحين وش المشكلة اللي عندي الوحيدة، أو خل قبل ما أتكلم عن المشكلة كيف أسوي العملية هذه إني أزيح. طبعا بلغة البرمجة، بلغة الجافا، احنا عندنا عملية اسمها عملية الاسايمنت، زين. عملية الاسايمنت ممكن تعطيها value، ممكن نقرأ القيمة اللي هنا بتكون على اليمين الاسايمنت ونكتبها في الميموري لوكيشن هذا فيكون على يسار الاسايمنت. يعني بمعنى اني اقول مثلا الاري هذه خلينا نسميها مثلا my list، او خل الاختصار نسميها m او l، نقول l، زين، l of مثلا L of 0، زين، gets L of 1، زين. طبعا بالمناسبة الأري ممكن تكون بالطول يعني من الأعلى للأسفل، أو تكون بالعرض زي ما انت شايف هنا. إذا كانت بالطول دائما يكون الإندكس 0 هو أعلى واحد، ثم تبدأ بتنازلة من الأعلى إلى الأسفل. إذا كانت بالعرض كذا فإنه يكون الاندكس 0، خل أكتب الاندسيز هنا، يكون هذا 0 وهذا 1 وهذا 2 وهذا 3 و 4 و 5، زين. إذا هذه الأري فيها 6 عناصر، 6 elements، و ابتداء من الصفر، دائما الصفر يكون هو أول واحد على اليسار هو رقم صفر إذا بغيت ترسم الأري بالعرض كذا. فخلنا نرجع للحل. إذا فإحنا قلنا L، أو خلنا نقول A لأن ممكن لخبط هنا، فنقول A، زين، A of 0 gets A of 1. فبالطريقة هذه راح تشيل قيمة A of 1 هذه اللي هي R وتحطها في A of 0 اللي هي المكان هذا. نفس الشيء راح نقول A of 1 gets A of 2، مضبوط. فنشيل القيمة اللي هنا في 2 نحطها في 1. طيب السؤال الآن، لما شلنا القيمة اللي في 2 وحطيناها في 1، طيب وش صار على قيمة القيمة اللي موجودة في 1 هنا في الخانة في الاندكس 1 هنا؟ القيمة راحت طبعا، مسحناها، لكن لاحظ أن أصلا سبق أننا أزحناها لليسار، زين، سبق أننا أزحناها لليسار، فلذلك ما ضاعت علينا، هي فعلا مشيناها أول شيء من هنا لهنا، بعد كذا جبنا الآي من هنا لهنا، فإحنا كتبنا عليها صحيح بس أننا احتفظنا فيها. لكن في قيمة واحدة هي اللي فيها المشكلة، وهي الـ H هذه. لما جبنا الـ R هنا للـ H، فإن الـ H هذه راحت علينا، زين. طبعا حنا المطلوب منا إن راح نسحب الـ H هذه
مضبوط، ونحطها في آخر عنصر هذا اللي زحل اليسار. زين، راح نسحب ال H زين نحطها في مكان ال D. فإذا راح نكتب على ال D، لكن المشكلة الآن من وين تبدأ؟ لازم في عنصر من العناصر راح يمسح. يعني لو تقول أنا ببدأ من مثلا ببدأ من بحط واحد في صفر، مسحت عندك ال H وراحت عليك. لو تقول لا والله خلاص أنا بحتفظ بال H بحطها في آخر شيء، مضبوط. فأول شيء بسحب ال H هنا، فأبقول أول شيء هنا بقول A of 5 gets A of 0. زين، فسحبت ال H هذه حطيتها مكان ال D هنا. زين، طيب راحت عليك ال D الآن، ال D راحت عليك. زين، أرجو أنك يكون الكلام هذا واضح. في أول مرة سويت حطيت ال A 0 في A 5. زين، المرة هذه صحيح إن ما رحت، إنه لو مسحت ال H، ال H سبق لك إنك أزحتها، لكن ال D راحت عليك بالحالة هذه. فإذا لازم في مشكلة هنا، لازم نحتفظ بعنصر من العناصر، نفس شبيهة بفكرة السواب، لازم نحتفظ بعنصر من العناصر بشكل مؤقت كذا على جنب إلين ننهي العملية، ثم بعد كذا نجيب العنصر هذا. فإذا أول ما نبدأ ما نقول A 5 gets A 0، طبعا أنت عندك خيار تبدأ من أي عنصر، لكن أنا ببدأ من العنصر الأول 0، فبراح أقول إنه تيم gets A 0. زين، إذا راح أشطب على ال H هذه، عفوا راح أحط هنا temp واحد كذا مؤقت هنا، أحط فيه ال H، مضبوط. بعد كذا راح أشيل ال H هنا وأجيب ال R هنا. زين، صحيح إني الآن مسحت ال H لكن ال H راحت في temp. بعد كذا راح أشيل ال I وأجيبها مكان ال R. زين، راح أمسح ال R لكن ال R سبق إني سحبتها هنا، وهكذا كل شوي أسحب حرف إلين في النهاية أسحب ال D وحطه مكان ال A. زين، فيبقى لي آخر عنصر هنا ما في شيء، طبعا ما في D. زين، أروح أجيب ال H هذه، فإذا فعليا ما راح يكون عندنا السهم هذا، راح يكون عندنا السهم هذا. زين، فهذا فعليا البرمجة، لكن اللي أنا سويته لو شخص ثاني يشوف برنامجك، يعني ما يهمه كيف تفاصيل برنامجك، أهم شيء يقول لك إني يقول لو توضح البرنامج تقول والله أنا أسوي شيفت للأري، بمعنى أني أحط واحد في صفر واثنين في واحد وكذا، وأحط صفر في خمسة. بالطريقة هذه لاحظ ضبطت معنى الكلمة رياض. زين، ضبطت معنى أحرف الكلمة. طيب، أرجو أنك فهمت الشرح هذا، راح أوريك الكود، لكن أبغاك تروح تحاول تحل بنفسك. زين، وابغاك تحل، ابغاك تكتب لي برنامج بحيث انه يتعامل مع اي اري، ما هو بالضروره الاري هذه. يعني ما ابغاك تيجي تقول اوكي انا ما عندي الا هالاري هذه، راح اسوي كذا اسنادات temp gets a0 a0 gets a1 a1 gets a2 a2 gets a3 a2 gets a3، مضبوط، وهكذا الى ان نصل انه a5 gets temp، مضبوط. لا، افترض انه راح يجيك array من حجم غير معروف، مضبوط، ولا اصلا تدري هل الاري هذه انتجر ولا ما يهمنا هالشيء هذا. طبعا يهمنا فقط في التمب، لازم نعرف العناصر فنحدد التمب. فافرض ان array of integers مثلا، ومن اي حجم، او array of characters، حل السؤال زي ما تبغى، بس الحجم غير معروف. يعني تضبط الكود بحيث انه يتعامل مع اي character array من اي حجم. وقف الفيديو حاول تحل، بعد كذا ارجع خلينا نشوف الحل. طيب، هذا هو الحل العام اللي ممكن يمشي على اي اري. طبعا انا هنا طبقته على نفس الاري اللي قدامك، لكنه فعليا ممكن يمشي على اي اري. طبعا بكل بساطه الحل، اول ما بدينا هنا حطينا عندنا شو اسمه، عرفنا الاري هذه، يعني غير نفس الاري اللي عندك هنا عرفناها عشان نطبق عليه الحل، نتاكد انه صحيح. بعد كذا الخطوه الثانيه ان احتفظنا retain the first element. زين، يعني احتفظ باول عنصر في الاري في فيريبل اسمه temp. فاذا راح يكون عندنا هنا هذا temp، مضبوط، راح يكون فيه اول عنصر في الاري، اول عنصر في الاري اللي هو h. اذا هنا هذا temp، مضبوط، راح يكون فيه h. الان لما نكمل التنفيذ هنا في اللوب، راح نمشي على الاي من واحد. لاحظ ان نطينا الصفر، نطينا العنصر الاول. الان احنا نبغى نبدا من
واحد زين. فليه وش راح نسوي الآن؟ راح أقول M my list مضبوط of i ناقص واحد. وش ال i ناقص واحد؟ ال i بكم؟ بواحد. خلي أحط ال i هنا عشان هذه ال i مضبوط، هذه ال i قيمتها واحد زين. واحد ناقص واحد هنا صفر. إذا my list of zero gets my list of one مضبوط. إذا سحبنا ال r حطيناها هنا وراحت ال h، بس طبعا ال h محتفظين فيها في التم. واضح. إذا سحبنا ال r وحطيناها هنا، خلني أرسم ال array هنا عشان نشوف بشكل سريع. طيب هذا واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. فإذا هنا H R I Y A D زين. هذا 0 1 2 3 4 5. فإذا قلنا my list of 0 gets my list of 1، بس لاحظ ان استخدمنا ال I هنا في for loop بدلا من ان الطريقة هذه. الطريقة هذه ما تمشي الا مع ال array هذه، الطريقة هذه تمشي مع اي array من اي حجم زين. فشلنا ال H حطينا مكانها ال R مضبوط. هذه الخطوة الأولى. بعد كذا مشينا في اللوب خطوة ثانية. الآن طلعت بدل ما هي my list of 0 ال I الآن راح تكون 2. فإذا نجي هنا نحط في ال I 2 زين، ال I ب 2 ونجي نسحب هنا 2 ناقص 1 ب 1، وهنا راح يكون عندنا 2. فإذا 1 my list of 1 gets my list of 2، وmy list of 1 اللي هي هذه راح نشيل قيمتها عندنا ونضع بدلا منها my list of 2 نضع فيها ال i زين. وهكذا تستمر اللوب هذه، تشيلنا ال i تحط ال y مكانها زين، وتشيلنا ال y وتحط ال a مكانها مضبوط، وتشيلنا ال a وتحط ال d مكانها. ثم بعد كذا في اخر الحين انتهت هذه مضبوط حتى اللينث. لاحظنا بدينا من الواحد، هذا شيء مهم جدا، بدينا من الواحد وليس من وليس من الصفر مضبوط، لان قلنا i ناقص واحد وهنا قلنا i. لو تبغى تبدا من الصفر فكر فيها، خليها لك اكسرسايز زين. اذا تبغى تبدا من الصفر جرب تبدا من الصفر كيف راح يكون الوضع زين. طيب اخيرا هنا بقى لنا حاجه واحده في النهايه، وهي انه العنصر my list dot length ناقصا واحد. لاحظ انتبه هنا انه حط ناقصا واحد. ليش؟ كم اللينث؟ ستة. ستة ناقص واحد كم تعطينا؟ تعطينا خمسة. لينث الاري واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، ست عناصر. ستة ناقص واحد خمسة، فعلا آخر عنصر هو خمسة. قلنا دائم آخر عنصر في الاري هو اللينث ناقص واحد. إذا my list of خمسة زين اللي هو آخر عنصر هذا راح ياخذ التمب، وقيمة التمب هي ال h، فراح نحط التمب هنا في ال h. إذا أول شيء سويناه أنا حطينا ال h في التمب زين، هذه الأولى. ثم بعد كذا هذه الثانية، هذه الثالثة، هذه الرابعة، هذه الخامسة، هذه العملية السادسة مضبوط، وهذه العملية السابعة. وبكذا نكون سوينا عملية الشيفت أو إزاحة عناصر الأري إلى اليسار، بحيث أنها تطلع من الكلمة رياض، وممكن تطبقها على أي أري. أرجو رجاء حار أنك تطبق المثال هذا، تفهم المثال هذا بشكل جيد. هذا من الأمثلة المهمة، من العمليات اللي تتكرر كثير جدا جدا في البرمجة.